قيم و حاجة و يبقى تعامل معاك معاهم، وتعامل مع الصغير والكبير، وتعامل في الاعلام، وتعامل الجماهير. انا عايز اقول حاجه بس، يمكن الكباتن تفضلوا قالوا كل حاجه، لكن انا يعني من الذاكره اللي مش بعيده شويه، يمكن الواحد كان بيبقى فيه خدمه استاد، كان اتوبيس كده كان اسمه خدمه استاد في التحرير، كان هو ده اللي بتنادي عليه او اشرت ليه كابتن ماهر، كابتن محمود الخطيب مع كابتن حسن ايوه شحاته. مخرجنا جميل. بصراحه بص حضور اتقان حاجه عمل، حاجه سمير حاجه عكاشة جميله ومحمد عمار بصراحه، حضور واتقان عمل رابطين على طول. داخل الملعب بقى مفيش مشكله، لا خلاص بقى يعني داخل الفرد الملعب ليه بقى حاجه طبعا. الشاطر يكسب مفيش مشكله خالص، المنافسه ده عرف العالم وثقافه الدول يروح الاوروبيه، يروح لجمهور الزمالك الاوروبيه يعني حاجة. ما هو اللي رايح هنا مين واللي رايح هنا مين؟ كباتن يا كابتن عندهم فكر. طبعا بتتكلم يعني فكر كبير، بس الجماهير كانت عندها الثقافه دي، انها تسمع كمان. ايوه برافو عليك، وتشجع وتحيي. المبادره يا كابتن، هي كده طبعا المبادره بقى من نجمين كبار. دي المبادره اللي احنا بنتكلم عنها، توعيه للجماهير. ننسى ما فاتنا، الملعب شكله وحش قوي يا جماعه. طيب عشان اختم الجزئيه ديت في حلقتنا النهارده من ملعب الاهلي، زي ما قلت لحضراتكم كل الجهات دلوقتي في الوقت الحالي مهيئة تماما لعودة الجماهير. الناس عندها رغبة من كل المسؤولين في الدولة، من المنظومة الرياضية، من وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي، من رئيس اتحاد الكرة مهندس هانا بوريدة، الاثنين أشاروا في كلمتهم النهاردة بضرورة عودة الجماهير وبشكل سريع جدا، من رؤساء الأندية وكلمة كابتن محمود الخطيب النهاردة والبنود اللي احنا أو آسف النقاط اللي أشار إليها كابتن محمود الخطيب النهاردة. هقول حاجة يمكن زي ما قلت من دقيقتين ثلاثة لكابتننا الكبار، الواحد وهو صغير كان في خدمة استاد اتوبيس بيطلع من التحرير، مش اتوبيس لغاية العباسية ومن العباسية كمان، فانت كأسرة كنت بتبقى مطمن على ابنك، عارف كويس قوي هو هيروح فين وهيجي بعد الماتش الساعة كام، يعني او هيجي بعد الماتش بقد ايه، من خلال الخدمة اللي هي موجودة كانت من 30 سنة. في الوقت الحالي اعتقد ان في وسائل مواصلات احدث واحسن وافضل بكتير. احنا كنا لازم نروح الساعة 8 نبقى في بيوتنا. الحاجة الأخيرة، عزيزي المشجع حضرتك بتروح الاستاد عشان تساند جمهور او تساند فرقتك او تساند ناديك، انا عارف من ده، لكن اي خروج عن النص انت مش بتعكنن على نفسك، انت بتعكنن على جمهور عريض جدا بالملايين. انت ممكن تروح وتخرج مع اصحابك وتنسى اللي انت عملته، لكن الناس دي هتتحرم من متعه حقيقيه هي بتعيشها، ممكن تكون بتستناها من اسبوع للتاني للتالت للشهر اللي بعده. المباريات كده، الانديه بتاعتك او النادي بتاعك مستني جمهوره ومحتاج جمهوره، وبقول الكلام ده خصيصا لكل جمهور النادي الاهلي، تحديدا كل جمهور النادي الاهلي. الاهلي في اشد الحاجه لعوده جمهوره. فعزيزي المشجع، بعد اذن حضرتك، انت مش بتضايق نفسك، مش عايز اقول بتضر نفسك، لان المفروض في الفتره اللي جايه هيبقى في قوانين، وقوانين خاصه بالشغب. انت مش بتعكنن على حضرتك، انت بتعكنن على امه، على مجموعه كبيره جدا 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 من اللي موجودين في الاستاد، على شعب كامل. فاعتقد لابد ان كل واحد يعني يبقى دوره عارفه والاختصاص بتاعه عارفه وما يتعدهوش وما يتجاوزهوش.